بإحساسكم حسيت والله. عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير جميعا بلا استثناء، مجددا عبر قناة بداية وتحديدا في برنامج حياتك اثنين، ويا مرحبا جميعا. مساكم الله بالخير يا شباب. هل يعتبر رهبة؟ لا لا حرك. تمشي و... مساء الخير يا شباب. شوفه فيديو، شوفه فيديو. احد يسمعني؟ بعض الناس. ها شوف راسك الورق يتوسل، خليهم لين يجون. يا شباب الحظ، مساكم الله بالخير. مساكم النور. شلونكم جميعا؟ عساكم بخير. تقصرون لي على الصوت هذا شوي ولا تهنون؟ انا ما اشوف الشباب ولا اشوف صورتهم. شلونكم يا الربع؟ عساكم بخير. اجتمعتوا كلكم كاملين ولا ننتظر احد؟ الله الله، يا مرحبا بكم جميعا. طبعا اليوم معنا متسابق مبدع وشاعر ورجال، ما انت تتوقعون. يلا فهد المالكي. فهد المالكي. فهد المالكي. فهد ولا محسن؟ محسن. محسن. فهد. لا رايد. 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 وين؟ انا ما اشوف رايد معكم. وين رايد؟ رايد. كان تو جاء مكارديال بس يغير. طيب جابر ايش وين محسن؟ محسن وين؟ اجل محسن. طيب تخلوا محسن يجي ولا تهنون؟ يا حبيبي الكويت ابن دقله. محسن. محسن موجود ولا ما موجود يا شباب؟ لا موجود. موجود. انا شفته قبل شوي عند الكواية يا محمد. طيب ابو منصور تسمعنا شيء في الكويت على محسن ابن دقله؟ وينه محسن؟ وينه يا الربع؟ هذا هو بيجي يا محمد. ارحب بابا. ها رايد. وين رايد؟ رايد بعد ما هو موجود. الشباب كلهم مو موجودين اليوم. لا بس توهم جايين بس من المشوار اللي برا ويغيرون يا محمد. ان شاء الله. تركي شلونك يا تركي؟ يا بعد قلبي والله ان انت الفرح بالنسبه لي بهالمنتج. الله يطول عمرك. شو الابداع امس يا تركي؟ الله يسعد قلبك. والله ما ندري الا من بعدك. ابدعت يا حبيبي. يا بعدي ابو فلاح. لبيك. حسن عنده نشيد بسيط على الكويت اذا والله. اي والله نبيه. ها عطنا حسن. حسن. هاي ابو فلاح. هلا والله سهلا. مساك الله بالخير. سمعنا شيء على الكويت. يوم نبي الحلقه هذه كلها عن الكويت. يسالون والله على راسنا الكويت. عاد دائما يشبهوني بهالكويت واني كويتي. ما ادري اللهجه. ما ادري ما في فرق بين الكويتي والسعودي. كلنا واحد. لو رميتك الكنوز الدنيا تحتي ما رضيت. ارمي امي روحي دمي اللي في ظلها رضيت. منه يرضى يخون ارضى والامانه وبرخيص. خلنا ننشد كلمة واحدة ما هي للبيع. الكويت ما هي للبيع. الكويت. وشكرا يا حسن. شكرا على الصوت الجميل. الله يسعدك. يستاهلون من هالكويت والله اكثر واكثر واكثر. والبيتين او الثلاثة ما تسوي شيء والله. اللي غير حسن عنده مشاركة الكويت ولا بيتين ما في شعار او كلام يوجهه محمد محسن او محمد سم؟ شلونك؟ الله يطول عمرك. شبارك طيب؟ انا ما اشوفك زين. ما معي سلطان. سلطان طال عمرك. ونعم اهلا يا سلطان. كيف الحال؟ شلونك طيب؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. شبارك طيب؟ اول شيء والله انك منورنا يعلم الله. الله يطول عمرك. والله الله الله في محسن باذن الله. احد الله الله في ان شاء الله. احنا نتمنى ان شاء الله نفدى وجهك. لا تقول الاخير ان شاء الله. يعني والله ان شاء الله له التوفيق. وهذا نظام الفقره. الله يسهل الامر يا رب. ما ودنا نعني اهل الكويت يا محمد. والله كلنا حتى انا ما ودي اعنيهم. واتمنى ان شاء الله انها ليله لقاء باذن الله. امين يا الله يا رب. ان شاء الله تطلع الاسئله مثل اسئله التركي. ان شاء الله. ان شاء الله الاسئله كلها تطلع ممتازه. الله يسعدك والله. وما نقول للكويت الا انهم اهلنا وحبايبنا وبيننا وبينهم دم ونسب. والكويت والسعوديه واحد. كلهم في خاطرنا شيء الكثير للامانه. يستاهلون يستاهلون. ابو زيد. انا ابو زيد معكم. هلا. شلونك ابو زيد؟ هلا وسهلا بخير. طيب شو اخبارك؟ ملتزم الهدوء اليوم. ها ملتزم الهدوء. كفو وفو اخواني الله يسعدهم. الله يطول عمرك. ومحسن خير تمثيل لدوله الكويت. والله يوفقه ان شاء الله اليوم ويلقى اهله ان شاء الله يا رب. امين امين. محسن. هلا ابو فلاح. مساك الله بالخير طال عمرك. مساك الله بالنور الصبح. الى غرفه العجل الله يهينك. الله. وعندك جوال. سويتها يا ابو فلاح؟ لا ما سوينا الا برضاكم احنا.
في مويه؟ جيبوا لي مويه. شو الفرن؟ شد الفرن يا عيال تكفى. لا احد، لا احد، لا احد يوترني. يا مرحبا بك يا محسن. تبقى وتحيا ابو محسن. كيف الحال طال عمرك؟ عساك طيب. بشرك بخير الله يعافيك، جني فداك. يا مرحبا ومسهلا يا محسن. محسن اليوم عندنا ضيوف جايينك من الكويت، غالين عليك. الله يعز غاليك. نظام الفقرة أتوقع أنك تعرفه، واثق أن هذه نظام مسابقة. نعم. سواء معك أو مع غيرك، أتمنى لك التوفيق. أجمعين جميل ذاك. أنا أتمنى أنك تشد حيلك وتركز معي عشان الأجوبة وتجاوب، وأنها تكون ليلة لقاء بإذن الواحد. بإذن الله تعالى. ما أتوقع. الله يبيض وجهك يا أبو فلاح. وجهك. أنا والله للأمانة ما أدري، قلبي ناغزني من أمس والله العظيم. حتى كنا متفقين مع الإدارة قبل أن نطلع أنهم بيعطونا تلفوناتنا جوالاتنا، لكن عيوا. إيه اليوم أنت كنت في افتتاح كرديال. إيه إيه، وحتى هديتي قلت أبيكم توصلون لأمي في الكويت. قالوا ما 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 توصل، خذها معك. خذيت. محسن كيف كان الحضور في كرديال؟ كان والله حضور طيب. نشكر اللي حضروا والله يبيض وجيههم، ونشكر كرديال على إتاحت لنا الفرصة هذه. كيف ردت فعل الجمهور والناس اللي قابلتوهم، وكيف مشاعرهم تجاهكم وتجاه البرنامج؟ والله مشاعرهم خصوصا بعد ما انت عارف يعني 2 مليار مشاهدة أكيد. أو متابع في اليوتيوب، هذا رقم قياسي. نعم. كلنا نفتخر فيه. وش ردة الفعل اللي شافها محسن اليوم؟ والله ردة فعل طيبة ومشاعر صادقة للأمانة. الله يجزاهم خير اللي حضروا وكلفوا على أعمارهم، ونوعدهم إن شاء الله بالقادم أفضل إن شاء الله. الحين بشوف انا من اللي جاي. تكفي ابو فلاح، بعلمك والله. انت ابو فلاح والله العظيم انك جيت بالوقت المناسب جدا جدا جدا. انا الامانه اول اسبوعين ما كان ودي ان اهلي يجون ويتعنون هذا، لكن فعلا فعلا لاني اول مره انقطع عن الكويت المده هذه، خصوصا يعني انقطاع تام، لا صوت ولا صوره ولا شيء. نفسيتي تعبت، حتى الشباب برا يدرون والله. اي واحد يقول لي بس ها على طول اصارخ عليه، ما عاد اتحمل ولا عاد اعطيك شيء قسما بالله. طيب فاظن هذا الوقت المناسب. طيب. باذن الله اني اقابلهم. باذن الله. ابي توقعاتك كم انك تقابلهم يا محسن؟ توقعاتي من 100؟ ايه 100% ان شاء الله. انا يعني واثق. انا اللهم لك الحمد، انا مع اهلي يعني علاقتي معهم قويه حيل، لدرجه اني يعني غير اني اعطيهم من وقتي الكثير، مخصص لهم يوم في الأسبوع أطلعهم فيه كل يوم يعني خاص لهم. ما شاء الله تبارك الله، وهذه قدوة حسنة اللي أنت تسويها محسن، ومن تتوقع موجود معنا اليوم عشان أوريك أنا الموجودين. أبي توقعات محسن. أمي أكيد. أمك؟ طيب غيرها؟ عبد الرحمن أخي، أخواني الصغار ما ظنيتي عندهم مدارس. طيب خواتي يمكن، أو واحدة من خواتك، أختي كبيرة. طيب وش رايك نشوف من اللي موجود معنا؟ اي والله تكفى. يلا نشوف على الشاشة. هلا مني يا ربي. تعرف عليهم يا محسن؟ هلا عمر. عمر ارحب 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 يا ربي. تكفى يا محمد تكفى. تعرفنا عليهم يا محسن ولا تهون؟ يا ربي. تعرفني عليهم من اليمين يا محسن؟ هذا اخي عمر اللي اصغر مني. طيب واختي منى لبى قلبها. الله يصلحها ويخليها. وعبد الرحمن اخي. الله يخليكم البعض ولا يفرقكم. وجاهز يا محسن؟ لبى قلبك. جاهز؟ جاهز تكفي. توكلنا على الله. بسم الله بسم الله. السؤال الاول يا محسن، ابي تركيزك، ابيك تعرف مثل ما تعرف الربع جاي من الكويت والمسافه ما هي قريبه. واتمنى واتمنى الاداره كلهم انك تجاوب وتقابلهم. ف هذه ترجع عليك، وقبل لا نبدا خلنا نسمع محفز من صغيرة واعطوني منى ولا تهونون. اي تكفى. نبي كلمة من منى. تراها تستحي خواتي. منى وش تقولين لاخوك يا منى؟ مشتاقت لك. يا ربي لبى قلبك. الله يخليها ويصلحها. يا لبى قلبك. نبدا يا محسن، السؤال الاول، وكم عمر والدك بالضبط؟ والدي طول العمر. محسن والدي. انت رجل متسرع بحكم اني يعني قريب من أنا يعني انت رجل لا تستفزك الاسئله، ابيك تكون راكد وتجاوب الاسئله. شوف فكر ولا تتسرع. انا اعرف الاجوبه بس لا توترني يا محمد. لا انا ماني موترك مره، تبيني التزم الصمت؟ ابشر ها. لا جاني فداك.
تفضل يا محسن. كم عمر والدك بالضبط؟ عمر والدي يا طول العمر والسلامة. الوالد مواليد 1970. الله يطول عمره. الله يجزاك. والإجابة؟ هذا مش ترجيم. معك الوقت يا محسن ولا تستعد. 98 عمر الوالد بالضبط يا طول العمر 48. كلام أخير. 47 ولا 48. أعتمد الإجابة يا محسن. لحظة. 48. بسم الله. بنعتمد الإجابة وإن شاء الله أن الكنترول ما يستفز. هلا. ما يستفزك ولا يستفزني. الشباب يقول شغل الشاشة عندهم. الشاشة ولا تنون عند الشباب. ومحسن خلك معي. معك. وإن شاء الله الإجابة أنها تكون صحيحة. وقبل لا نشوف الإجابة أبيك تسولف لي عن الوالد. الوالد دكتور حسب ما سمعت ولا لا يا محسن؟ إيه الله الله الوالد دكتور. سولف لي عنه شوي. تفاصيل ذكريات حلوة كلمة توصلها للوالد. طبعا الوالد ذكريات جميلة والله العظيم. شو أقول لك؟ الوالد طبعا كان مدرس درس لمدة 19 سنة. وبعدين كمل ماجستير وخذ الدكتوراه قبل تقريبا 7 سنين. ما شاء الله تبارك. من جامعة الأزهر في مصر. ما شاء الله. تخصصه وش الوالد؟ شريعة. ما شاء الله تبارك الله. طيب كلمة محسن للوالدة. أقول جعل ربي يطول في عمرك يا يباه، ويعلم الله أني مشتاق لك، وإن شاء الله أني مثلتك خير تمثيل يا تاج راسي. مجمل مجمل يا محسن. ونشوف الإجابة وإن شاء الله الكنترول إنه ما يلعب في أعصابنا كلنا. جوابك مرة ثانية يا محسن، وش الجواب؟ 48. 48. ونشوف الإجابة ونقول يا رب. لما قلمش لما قلمش. عادي عادي. إجابة صحيحة يا محسن. هذا فال طيب إنك تجاوب الجواب. فال فال قال إن شاء الله. إن شاء الله. والسؤال الثاني، واسم المدرسة اللي درست فيها في الابتدائي. محمود شوقي الأيوبي. ونشوف الجواب. بس أنا أشوفك متحمس يا محسن. إيه. ما شاء الله تبارك الله. أعطونا الجواب يا كنترول. أرهب. الكنترول شكله متأخر، ولا يكون كنت مشاغب يا محسن في المدرسة؟ أوف كنت الأمانة والله العظيم مأذي أبوي. استدعاوا لي أمر استدعاوا لي أمر. لا أنا أشوف أنك هادي يا محسن. وجهة نظري يعني، إذا خالفني أحد الرأي. إيش أنا هادي يعني نوعا ما. طيب وش أصعب موقف أنت محسن مر عليه في المدرسة؟ والله وايد مواقف. مثل؟ تحس إنك جبت العيد فيه. جبت العيد. مرة أذكر في الثانوية كنت في الصف العاشر الظاهر، ف جابوا لنا شيخ محاضرة كانت في المدرسة عندنا في المسجد. المهم فطلعت من المحاضرات الإيمانيات فل. المهم فيوم جات الفرصة الثانية عندنا، احنا عندنا الفرصة الثانية الصلاة عادي يعني، اللي بيصلي يصلي واللي بيروح المغصف ياكل يروح. فرحت انا قفلت المغصف. اي والله انا معي واحد من ربع الله يذكره بالخير. الله يثيبك. قال احمد عدنان. قفلت المغصف وقعد افتر بالساحه واذن. اي والله العظيم. لا هذا فال خير ما شاء الله تبارك. اي والله فيك خير يا قلبك عامر من الايمان. طيب نشوف الجواب يا ناس. الجواب صحيح يا ناس.
جواب صحيح وتستاهل مثال خير. غششني غششني. عينك عين هذه يا محسن. قدامنا قدامنا. سولفك ما سمعت يا ابو فلاح. سولفك تم تم. السؤال الثالث يا محسن. في اي عام ميلادي كان زواج الوالد والوالدة؟ قبل السؤال هذا خلني اخذ منك بيتين، ابي بيتين فريش على قولتهم. بس سمعنا شيء؟ ابشر. شو يقول محسن؟ انا قبل كل شيء عندي شو اسمه الهديه اللي اعطوني اياها كرديال ما اقدر توصلها لاهلي في الكويت، فاطلب منك طلب فلاح انك توصلها لامي ان شاء الله. اني ان شاء الله اني بشوفها بس ابيك توصلها لامي. ان جاوبت بتوصلها انت بنفسك، وما جاوبت فبشر بسعادتك. انت لو تبي اروح للكويت اوصل. جاني والله مداك. اعتبرها وصلت. والله مداك. اي والله حيد العين. سمعنا يا ايش يقول ايش يقول ايش يقول؟ ايه يقول يا جماعه عادلي مدري متى بيفارق، كل ما شرعت باب للمحبه سده، وصار من بيني وبينه على الحبيب مزارق، لا سلوم لا عوايد تمنعه وترده، لين وراني الجفا منه وذقت الحارق والجفا شينه من اللي تعشقه وتوده، ليت والله مثل ما تقطع يدين السارق ينزل الله حكم فالعادل تقطع يده. الله صح لسانك صح لسانك. ما انت متوتر يا محسن ما شاء الله تبارك الله. انا اقول لك باذن الله ان واثق انا ان شاء الله اني بشوف. ما انا اللهم لك انت بالصدق ما انت على بعضك انا عارفك زين. والله تقدر تقول. طيب يعني اكيد يا ابو فلاح يعني اهالي يعني تقريبا يعني جيت الرياض خمس ايام وفي البرنامج الحين 75 يعني 50 يوم ما شفتهم والحين ما بيني وبينهم الا 100 متر. عاد تدري وش المشكله محسن؟ انه بكل بساطه يفصلك منهم 10 خطوات. شلون؟ بكل بساطه يفصلك منهم 10 خطوات. هذا الكلام يا ابو فلاح. ففالك التوفيق وان شاء الله انك تشوفهم باذن الله تعالى. السؤال الثالث، في اي عام ميلادي كان زواج والدك بوالدتك؟ والله اني اذكره قلبي لا اشترى جيب كان بعد الغزو هو خلني اشوف منه يتكفى ما انت بتشوف يا محسن على المتسابقين تكرما منهم لا يشتتون خويه اسمع اجوبه وخلوه يركز 1992 اعتمد الاجابه يا محسن والله اني محتار بين 91 و92 لكن باذن الله تعالى انها 1992 توكل على الله نعتمد الاجابه اعتمد نقول يا كنترول اعطونا الاجابه إجابتك يا محسن 1992 ميلادي 92 ميلادي ونشوف الإجابة على الشاشة ونقول يا رب كنترول يا كنترول كنترول تخصصهم يلعبون في الأعصاب يا محسن اي والله ليكونك تسرعت يا محسن لا ان شاء الله باذن الله تعالى. الاجابه يا كنترول. يلا. اجابه خاطئه يا محسن. كم؟ 91؟ كم؟ 90 يا محسن.
1990 وهذا هو الجواب الصحيح. ولا تشتت يا محسن، بقى معك فرصة، حاول انك تركز معي. كم باقي سؤالين اذا اخطأت فيها؟ باقي لك اسئلة، ولا تفكر في الاسئلة هذه، خليك معي وركز في الاجوبة وبس، وفالك التوفيق. السؤال الرابع يا محسن، بسم الله. جاهز يا محسن؟ جاهز. اشرب لك ماء، عندك ماء يا محسن؟ ايه. اشرب ماء. انفاسك واضحة انها سريعة، لكن الامور طيبة يا محسن باذن الله تعالى. ابو فلاح والله انا ادري لو انها بيت لبيتك يا ابو فلاح. الله يخليها ويصلحها. الله يصلحها ويخليها. والسؤال ابو فلاح، انا ادري والله لو انها بيدك بتخليني اشوفهم، لكن الله كريم يا محسن. والسؤال الرابع، وكم عمر الوالدة؟ الوالدة طول العمر. ابي عمر الوالدة بالضبط يا محسن. ركز، الوقت معك وبتجيب. يا اخي تشتت قسم بالله. لا تشتت والوقت معك، بقى معك فرصة. انت مجاوب على اثنين صح واحد خطأ. شوف، هي أصغر من أبوي، يمكن والله ما أذكر، هي 3 سنوات أو 4 سنوات. أنا ما أدري يا محسن، حاول إنك تحسب وتعطيني الجواب. الوقت معك يا محسن. 44. لا لا لا، نعتمد الإجابة ولا عندك إجابة ثانية؟ لا دقيقة دقيقة. أربعة وأربعين. نشوف الإجابة يا كنترول، وإن شاء الله أنك ما تطول عليه. كنترول يا كنترول. يا كنترول، لعبت في حصان؟ اي والله. عتدري؟ اعطونا اعطونا منى، اعطونا منى، خلاها هي اللي تعطينا الاجابه صح ولا خطا. اي والله تكفى يا ابو فلاح. اجابه صح ولا خطا يا منى؟ لا لا، اجابه خاطئه يا محسن. والاجابه 46 46 46 46 الاجابه. وتم اعتماد اجابتك الاولى يا محسن. لا لا، 46. وانا اعتذر منك، انت قلت 44 وهم اعتمدوا الاجابه الاولى. لا يا ابو فلاح، واختك اللي قالت خطا، وبقى فرصه قدامك يا محسن. محسن حاول تركز عشان ما تجي الاجابات خاطئه، حاول تركز معي يا محسن وتهدأ، وبقى قدامك فرصه. ابو فلاح لبيك. إذا ما شفت هاي اليوم بتصير مصيبة، بتصير كارثة. سهود ومهود يا أبو دقلة، والله راح تصير كارثة.
ان شاء الله ما تجيك وارد. السؤال السادس يا محسن او الخامس بالاحرى، اين كان اول عمل لجدك من امك؟ سمعت السؤال يا محسن؟ سمعته. اين كان اول عمل لجدك من امك؟ ابو فلاح، انا طرت علي قصيده كتبتها يوم زوار التركي، اخوي تركي. ايه بجيبها واجيك. تعال 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 محسن، تعال 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 محسن، جاوب علي بعدين راح يا محسن. بجيك بجيك بجيك. معي يا محسن؟ معك معك. أين كان أول عمل لجدك من أمك يا محسن؟ والله يسامح المعد، هذا اللي أنا بقوله هو يسمعني الحين. أنت من اللي يسمونك أمل، تدري ولا ما تدري؟ أنت جزء من المفارق والحنين يا أخي، ما تؤمن بلم الشمل، ارسم البسمة على وجه الحزين. إي والله. فالك التوفيق يا محسن، فالك التوفيق، شد حيلك والأسئلة من أهلك، وإن شاء الله أنك ملم وقريب منهم على حسب كلامك، وركز يا محسن. كان بسم الله يا مهرب، كان في شركة أرامكو في السعودية. شركة أرامكو السعودية، وأعتمد الإجابة ولا لا يا محسن؟ على العموم يا محسن، احنا اعتمدنا الإجابة ونشوف الإجابة مع الكنترول. وارفع راسك يا محسن، خلك مع الشاشة، ونقول يا رب يا رب يا رب يا رب. محسن ايش ذنب الورق ذا؟ هد أعصابك يا محسن. أبو فلاح، ما عاد فيني الصبر قسما بالله. طيب وش في خاطرك يا محسن؟ تكلم. والله في خاطري، والله اني محتاج اهلي، والله العظيم محتاج امي قسما بالله. طيب والله العلي العظيم. طيب ما تقدر تطلع برصيدك يا محسن؟ اطلع برصيدي ما في مشكله. طيب تقدر تطلع، وان شاء الله انك تقابلهم اليوم والامور ان شاء الله طيبه. بس شو الفائده اطلع برصيدي ويروحون ارجع الكويت؟ ابيك تفاعل خير انت الحين، انت خليتهم الحين رجعوا الكويت وركبوا الطياره وراحوا. تفاعل بخير، ابتسم يا محسن، وإن شاء الله فالك التوفيق بإذن الله تعالى. طيب نشوف الإجابة على الشاشة وكنترول. أنا عني الصبر راح، ورونا الإجابة. إذا خطأ يعني ما عاد أشوفهم؟ أصبر أصبر يا محسن. الإجابة يا كنترول. الله، شفت كيف يا محسن؟ ركز انت بس، تهز التحيه. الله يخليه ان شاء الله. يقول ان شاء الله اشوفك لما قلبك باذن الله يا ابو محمد. ان شاء الله انك تقابله وتشوفه، وابيك تركز يا محسن. هذا باذن الله باذن الله. هذا اخوك الصغير، اصغر اخوانك يا محسن. اي الله الله، اخواني بس انا وعبد الرحمن وعمر اللي عندك. ونعم. واخواتي اربع. ونعم. عزوتي وسعدي. قبل سؤال، تعطوني عبد الرحمن ولا تهنون؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن الكبير ولا تنون؟ بنرجع على مساك الله بالخير يا عبد الرحمن. هلا وغلا يا ابو فلاح، شلون صحتك طال عمرك؟ حياك الله طال عمرك، منورك حلان، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يبا ابي منك رسالة لمحسن ولاخوانه المتواجدين، نصيحة رسالة تخص محسن. الرسالة اقول لمحسن تركد، وانا اخيك ابشر على خشم. باذن الله ان الليله ليله لقى ان شاء الله باذن الله تعالى. واقول للربع كفيت ووفيتوا، وعز الله ان ما تقدمونها يحيز اعجاب الجميع، والله يوفقكم يا اخواني اجمعين. لب قلبك يا اخيك،
وقلبك فديتك. ما قصرت يا عبد الرحمن. بإذن الله إنك متواجه. بإذن الله. شوف يا محسن ما شاء الله تبارك الله الابتسامة هذا تفاؤل بحد ذاته. نبيك متفائل اليوم. نرجع للأسئلة يا. يلا بسم الله. محسن والسؤال السادس. جاهز؟ بإذن الله تعالى. متى توفى جدك؟ متى توفى جدك؟ الإجابة بالميلاد يا محسن. توفى جدك يا محسن وبالميلادي الله يرحمه يسكن الجنة. محسن ارفع راسك. ابو فلاح. لبيك. لبيت في منى. انا عقب زوارة اخوي تركي كتبت لي ابيات واتوقع لمحت لك اكثر من مرة على البث كنت ابي اهلي والله للامانة فقلت والله ما توقعت انا فاجأتني والله لكن قلت لمحت لك يا محمد القرقاح متى على الله تلتفت فيني صدري انقفل وزوارتي مفتاح طالبك طلبه لا تخليني الشوق طاويني وسدي باح توحيني ولا منت توحيني من عمري مرت 40 اشحاح اليوم منها يعدل سنيني من كثر ما دمع المحاجر طاح معاد باقي دمع في عيني أخاف لو تبطي شوية راح أخسر خوياي ومحبيني من قال هيه أنا أطحه بصياح نفسيتي ما هي بيديني لب اطلبي والحق علي يا صاح ولا تحاول بغيره تراضيني أبي تجيب أمي عشان ارتاح هذا هو اللي بينك وبيني وبيض الله وجهك اللي جبت اليوم إلى عندي صح لسانك يا محسن بيض الله وجهك اللي جبت أمي الله يطول عمرك أتفهمت من قبل القصيدة جعلني بداك وقل ما سويه يا جعلني والله بداك يا محمد ومثل ما طلبت جاك الطلب وهذه موجودة هنا وأتمنى أنك ما تخيب أملها ولا أمل بإذن الله تعالى نبيك تركز في الإجابات وفالك التوفيق يا محسن بإذن الله السؤال السابع أنت جاوبت على السؤال السادس ولا ما جاوبت اللي هو متى توفى جدي؟ ما جاوبت انا من القصيده بغيت اطمر السؤال. جاني ذاك فلاح والله اني خابر وش اللي في خاطرك نذر. جعل عمرك طويل. والله اني خابر وش اللي في خاطرك لكن الظروف تحكم. هذه الظروف الظروف وحنا كلنا انا والله على نظام المتسابقه ولا لو انا بيد اي واحد والله جاني ذاك كان سوي اللي تبيه. والله ما تقصر لب والله قلبك يا اخيك. لكن ان شاء الله يتعاونون معي الاداره ان شاء الله. الإجابة يا محسن الإجابة يا طويل العمر ارفع راسك يا محسن أبي أشوفك أبشر خليني بشوف أخوي تكفى والله لو أنا عندي لخليك تشوفها يا محسن لكن لا جاوبت بتشوفها يا محسن المشكلة أن هذا الوحيد اللي الوحيد اللي إيش يا ناس اللي ما يعني كل ما سألت أبوي عنه ما 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 يعني ما أذكر أنه علمني متى قبل غزو بس ما أدري متى ركز يا محسن والوقت معك حاول تحسب يا محسن أنا ما أدري كم عمره يوم مات شف عبد الرحمن منى عمر أي واحد
فلاح. معك يا ناصر. خلني بشوفك على الشاشة. ابشر لي. فلاح سم جايك يا محسن. الحين شل مالي الا جاوب. لازم تجاوب يا محسن. جايك على الشاشة. اذا اخطيت في مجال شوفني على الشاشة يا محسن. اي اشوفك اشوفك ابو فلاح. اذا اخطيت في 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 السؤال هذا في مجال بعد. عطني صبرك يا محسن وجاوب وخلك في الاجوبة بس عشان ما تلخبط. 1987. اعتمد الاجابة يا محسن. اعتمد ما في الا هي. اجابة اخيرة يا محسن ونعتمدها ولا لا؟ اعتمد. بسم الله. اعتمدناها يا محسن. وش من الذكريات اللي تذكرها جدك الله يرحمه يا محسن؟ جدي ما لحقت عليه انا. جدي من ابوي ما لحقت عليه. الله يرحمه يسكن الجنة. الله يجزاه خير. ونشوف الإجابة مع الكنترول. ونقول يا رب وكنترول يا كنترول. إجابتك مرة ثانية يا محسن. 1987. 1987. ونشوف الإجابة مع الكنترول. إجابة خاطئة يا محسن وأعتذر منك. محسن تذكر عبد الرحمن وش يقول؟ يقول ركادة يا محسن. وبقى قدامك ثلاثة أسئلة وإن شاء الله أنك بتجاوبها صح وبتقابل. محسن باقي أربع أسئلة ولازم أنك تجاوبها كلها صح وفالك التوفيق. وانت جاوبت على ثلاثة قبل وعندك ثلاثة خطأ. ركز معي يا محسن. معك. وابيك تكون مرتاح. اشرب لك ماء وتعوذ من ابليس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عشان تركز. يا رب يا رب. السؤال السابع يا محسن. ترتيبك في العائلة. بين اخواني. ترتيبك في العائلة توقع أسهل من هذا ما في. إيه بين إخواني. جاوبه بطلع لك أنا. لا لا بين إخواني يعني. إيه بين إخوانك ترتيبك في العائلة. ثالث. الثالث ونعتمد الإجابة. حي ذا العين هذه لسه يا أبو فلاح. هذه لسه. قبل أعطينا كنترول خلاص ما عاد لنا دخل بالكنترول الحين. الله يا لبى قلبي. محسن. يا لبى منه يا رجل. محسن محسن. ركز معي. لبيت فيه منها. هذه الأسئلة يا أبو فلاح. أربعة مقابل ثلاثة وبي تركيز كله معي في الثلاثة الأخيرة هذه. السؤال الثامن يا محسن. يلا بسم الله. وعطني ترتيب أمك بين إخوانها. بين من؟ إخوانها. إخوانها. دقيقة. عارف. أنا خوالي ما شاء الله تبارك الرحمن 12. ما شاء الله تبارك الله. وخالاتي 7. ما شاء الله تبارك الله. يا ربي يحفظهم إن شاء الله. أول شيء
اخي يا الاجابه يا محسن يا السادس او السابع اختار لي رقم وعطني دقيقه ملحم ومبارك وعيد ومحمد شوف انا محتار في واحده من الخالات يا هي اكبر من امي او امي اكبر منها اللي جاوب معك من برا يا شباب من هو يا شباب الله لا يهينكم عشان ما تشتتونا ما عاد بقى لنا ثلاث اسئله يا عيال تكفون يا عيال تركي لا لا تركي لو سمحت يا تركي تذكرت 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 الإجابة يا محسن دقيقة أمي يا طويل العمر والسلامة يا أخي يا السادس أو السابع قرر يا محسن عطني إجابة إجابة يا محسن عديتهم عد ملحم مبارك سند عيد محمد بعدين في واحدة من خالاتي ما أدري هي أكبر أمي ولا أمي أكبر منها الله يخليهم لك ولا يفرقهم إن شاء الله عطني إجابة يا محسن السابع بسم الله يا الله يا رب يا الله يا رب يا رب إجابة يا محسن السابع إن شاء الله سابع. إن شاء الله إن شاء الله ونقول إن شاء الله ونشوف الكنترول يا محسن كنترول محسن سواء جاوبت صح او خطا التوتر اللي عندك لا ياثر عليك في الاسئله اللي جايه ابيك تركز اذا اخطيت الحين خلاص ما عاد اشوفهم خليك نكمل الاسئله لا خلصناها هذيك الحزه تعرف توتر لا يخليك تلخبط في الاسئله وكنترول زين اطمر اشوف السؤال اللي بعده خليك على السؤال هذا ونشوف الاجابه تقول السابع انت السابع شوف الاجابه صحيح يا محسن الله الحمد لله اللهم لك الحمد محسن محسن قربت باقي لك سؤالين يا محسن محسن استاهل الله ايوه يلا يلا باقي اثنين تستاهل الفرحة يا محسن لكن الخطأ يفرق وحاول انك ما تضيع الفرحة هذه وركز معي في السؤالين اللي بتيجي يا محسن بإذن الله دعواتكم يا شباب يا روحي السؤال يقول متى توفى ولد اخوك عبد الرحمن يا محسن الله يرحمه الله يرحمه ان شاء الله اليوم الميلاد لازم
أبي السنة متى توفى ولد أخوك عبد الرحمن، وأتمنى من الشباب يلتزمون الصمت رجاء لا يشتتوك. يا شباب يا شباب صوت بس تكفون. شوف اخوي عبد الرحمن عنده ولدين، والله تمنيت تتوقعون يجاوب ولا ما يجاوب؟ تمنيت انهم جو والله العظيم. عنده محمد وفلاح. محمد عمره 3 سنين وفلاح عمره سنه. الله يصلحهم ويخليهم له. والإجابة يا محسن سنة. الإجابة بسؤالك التاسع يا محسن سنة، وإن شاء الله أنك تجاوب. متأكد أنا من الإجابة؟ أعطني الإجابة بس خليني أحسب آخر مرة عشان أتأكد. طيب يا شباب تجهزوا تجهزوا. شلون يلعب حسون؟ شلون يرقص حسون؟ سنة 2016 إجابة نعتمدها يا محسن. اعتمد. لا 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 آخر كلام يا محسن. يا متسابقين 2016 ونعتمد الإجابة ونشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني نشوفه اللي هو الأخير تقريبا، وهذا اللي هو السؤال العاشر. نعطيك الأجوبة كلها صح ولا غلط؟ يلا بسم الله. السؤال العاشر يقول يا محسن أول سيارة امتلكها والدك؟ الله يطول في عمره. كانت جي تي، نوع جي تي حمراء. جي تي حمراء؟ نعتمد الإجابة؟ اعتمد. نشوف الإجابات مع الكنترول يا محسن، وشكلك واثق يا محسن. بإذن الله تعالى. نشوف الإجابة مع الكنترول. لحقت على الجي تي ولا لا يا محسن؟ لا والله ما لحقت، بس شفت الصور قديمة حق ابوي. الله يطول في عمره. الله يطول في عمره. ونشوف الإجابة مع الكنترول. محسن ما قد سرقت سيارة من ابوك؟ شلون؟ وانت صغير؟ الا سرقت سيارة مفتاح؟ الا صدمت. صدمت. شوف احنا صغار كنا نتمنى نسوق، الحين والله العظيم انه ما نبي نسوق، ابي سواق يسوق فيني واريح. سهل موضوع السواق هذا. نشوف الإجابة مع كنترول. نقول يا طاب محسن كيفك في الدراسة؟ خلنا نسولف على ما يطلعون كنترول، شكلهم مطولين. تفوق ولا لا؟ إيه اللهم لك الحمد تخرجت بالثانوية نسبتي 86. يعني تصنف نفسك ذكي يا محسن. إيه اللهم لك الحمد. والحين؟ والله لحد الحين بس انه. كيف درجاتك؟ تدرس الحين ولا ما تدرس؟ اي في الجامعة. ما شاء الله تبارك الله. وش تخصصك في الجامعة؟ تخصصي في كلية الشريعة، باقي لي بإذن الله سنة وسنة ونص واتخرج. ما شاء الله تبارك الله. طيب كيف درجاتك في البرنامج؟ وش تصنف نفسك؟ في الجامعة ولا في البرنامج؟ البرنامج انت في الجامعة تقول ذكي، ابي في البرنامج بعد. في البرنامج هنا تشوف انك ذكي ولا لا؟ شوف احنا عندنا نصنف الناس نوعين، ذكي دراسة وغبي حياة، وذكي حياة وغبي دراسة. لا
أنت واحد فيهم. أنا ثنتين اللهم لك الحمد. نسأل المتسابقين. أهم شيء الثقة بالنفس. نسأل المتسابقين يا محسن. أعطوني عبد الله عساف. أبو فلاح لا تنسى المتسابقين. أبي الإجابة. بتجي الإجابات. أعطني شوي بس يا محسن. أعطوني عبد الله. سم. أسأل. أعطني عبد الله عساف. عبد الله. هلا. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شلونك طال عمرك؟ يا هلا والله. يعني كونك من المقربين من محسن يعني وأكثر اللقطات اللي نشوفها لك دائما جنبه وحوله. تعلمنا وش تصنيف محسن ذكي. والله شوف محسن أقول له عبد الله عساف سؤال مجاملات ماضي أنا أبي ما راح يزعل محسن ما راح يزعل. لا لا هاي أنا قلت له قبل بقول له الحين ما أنا أتكلم عن البرنامج كيفية البرنامج ما شاء الله عليه شو اسمه قلبه طيب وبه ذكاء شوي يعني مو بواجد وبس إنه المشكلة بو عصبية شوي بس طيب قد تصدمت أنت ومحسن سام تصدمت أنت ومحسن مستحيل تحت الهواء كذا مستحيل إذا ما أنت صادم أنت فاهم على أشياء يمكن صارت غلط أنت فاهم عليه تحت الهواء جميل التفاهم بدون تصادم بدون أي شيء طيب. ونتفاهم من بعض طيب السؤال الأخير عشان أختم معك أنت سام قد خذ من درج الملابس شيء سام ياخذ من درج ملابسك شيء ولا لا؟ انا اخذت منه هو يمكن ما والله ايه انتهى الموضوع محسن قد خذيت من عبد الله شيء ملابس حاجه انا اذكر يوم احنا في نسختنا مره الشباب كلهم يعني متشاركين كل شيء شوف انا ما حد خذ ملابس شيء انا اقول حق الشباب هلا انا اقول حق الشباب ايه اللي ياخذ شيء من ملابسي ياخذ العادي يرجع عرفت؟ أما عبد الله غير عبد الله مفتاحي الثاني عنده يفتح ويأخذ اللي يبي. يستاهل. جاه يسلم والله قلبك عمود. يعني ذاك. حبيبي. زين أبو فلاح. بالله بتشوف هذا الاثنين إن شاء الله. الإجابة ترى بديت أشك أبو فلاح في الواقع. كنترول طولتوا علينا وخلونا نشوف الإجابات ونشوف العاشرة يا محسن. يا الله يا رب اني اشوفهم الله اجابه صحيحه باقي الاخيره التاسعه ان شاء الله يا ابو فلاح اني اشوفهم وانا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد احسن واجابه خاطئه يخرب واخر يا زيدان واخر قدامي واخر فكر يا رجل اقسم لي وخر وخر اطلع اطلع فكر فكر ما هو يا حظ عيني حظ عين اليتيم انا عيوني من الامال جاها ضمر احسب الحي فكر يا ولد والله العظيم لك عد معك ما انت بطاف لا تعال والله ما تطلب والله ما تطلب يا عاد والله ما تطلب اضرب كنت اضرب بس ما تطلب ما تطلب اطلع ما تنساعد اطلع ما تنساعد اطلع انا عندك من رصيدي اطلع من رصيدي بس ما تطلب اسمع اركض اسمع 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 اقسم بالله اسمع ما تطاف ما تطاف انت على رصيدك انا طلعه على رصيدي يلا يلا امشي امشي انزل ما تطاف خلاص ما حسيت تطفي بس انت تضرب ما طلفيني طلفيني ما رفعت انا مخبله خليك اطلع على رصيدي يا حبيبي امك تطاف اركض يا مسلم اركض يا مسلم شوف بتشوفهم بتشوف دحين دحين بتنزل لا لا خليك لا تطلب شوف شوف بدون بدون هنا بدون هنا لا 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 انزل مسلم اطلع لا اطلع لا سايب اطلع لا سايب اطلع لا سايب ما انت بس رضا مرة سايب محسن محسن ديف امسك ديف
امسكها. لا اطلع برصيدك، هاتوا برصيدك خلاص مسافتكم. عادي اطلع برصيده، ما قالوا لا جيبه. زيد طلع رصيده، جيبه ما قالوا شيء، جيبه ايه طلعوه، جيبوه خلاص. شوف زيد يقول لك تطلع، تعال يا ولد توخر يا ولد. الرجال يقول لك تعال يلا انزل، راح اطلع ما تطاب والله، ما بيطب ما تطاب. لا لا والله والله اني اسوي تعلم محسن. خلاص وخر عني يا ابني، انت عشان بالك زين خلاص وخر عني. تشوفهم 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 محمد طلع يا اخي بيطف يا محمد، والله انه بينط والله لو مسكاه ونط. لا يا اخي بلاش منه، تعور ما داعي يقدر يطف. لا تكسر نفسك، لا تحرق قلب امك. ايه هو بيطف بالله يا سعود. خلاص يا سعود انت وخر عني يا رجل، احذف عمري خلاص فكوني. هد 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 بوجهي محسن يا محسن، محمد محسن اكلمك انا يا محسن. صل على ولد، يقول تعال قبلهم، تعال قبلهم، تعال فاتح الباب، يقول تعال محسن ركز معي، ركز معي نبدا قبل لا يبعدوني. محسن هد 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 محسن، ايه الباب فاتح، رح يلا امشي امشي. خل بيجي 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 يا سعود، سعود محسن محسن الباب فاتح، الباب فاتح امشي. خلاص هو يبنت الباب فاتح، تعال سامحين لك، تعال امشي. مفتوح والله يدعوني. خلاص نزل محسن، اذا ما تقم اذا ما هو مفتوح تنزل من هنا. يا محسن لا تحرق قلب امك الكلام. نزل نزل انا نزل مفتوح، انا انزل معك من ورا يا ابو انا بفتح. هذا خلاص تطلع برصيدك، راح راح ادخل تطلع برصيدك يا محسن. قسما بالله اللي بيلمسني لا ينزع. محسن والله لا انتظار منك ما تطلع والله. محسن ولد ولد يا ولد يا حداني انا عاد شو اسوي والله ما والله ما محسن والله لا تمر على الدنة والله والله لما تفتح الباب لا تمر على الدنة والله. محسن لا 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 يا محسن لا رجعهم. لا يا محسن لا يا ما امسكه 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 والله لا تطلع. محسن لا 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 رجعهم والله لا تطلع. انا حلف يا محسن قدر الله. لا لا محسن لا 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 اجرك اجرك بيجي. يا عيال امسكوه يا عيال، تعال والله تطلع والله والله تطلع امشي. امشي تطلع راسك من عنق العين امشي يا دب البلا. امكي مش عندك رصيد يا محسن يا قلبي ارجع يا محسن. لا 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 تطلع من نقاطك ما عليك يا عيال. محسن نقاطك هذا امسك يا محسن. عشان فيصل هايمي هاي شوف تعال والله انت تدخل، تعال والله انت تدخل، تعال ارفع راسك من عنق العين ارفع راسك. قم عمرك شوف هالك ها قم ها فيصل راح كمل راح يقوم محسن. وينهم يا فيصل؟ ارجع ها ارجع يلا عطى 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 امشي تعال ما ينفع كلام ارجع ارجع امشي شوف راسك راسك يا رجل رجل كبير راسك امك عيونك تكفى يا ابو محمد تكفى ضم 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 الرجال يزهمونك على شيء ما يصير ضم ضم ارفع راسك امك تعال لا تكسر قلبك قم تاخذ قلبها اقسم بالله انا ما اسير ما يصير خلاص رجل وعدوك قم افتح الباب اطلع مع الباب عليك عليك ولا والله العظيم انك تشوفهم غصب اليوم والله اخ ما حد يمسكني يا العمر حضرت في عيوني يا مالك مال ونسيت مشيت في عيوني دموع ومواري جمر مشيت في عيوني دموع دموع
تشوفها لك ان شاء الله. تخوفها امك عليك، تكفى يا محسن امك الا امك. قم معي قمك ما تبغى تشوفها. تشوفها وطرد. لا لا ختمته واخذه كتمته. بسم الله عليك. كتمته خلوه. بسم الله عليك. لا حد يكتبه واخذه خلوه بس. والله بتشوف طالبك عشان تشوف امك تشوفك طالبك انت تقوم قم يلا قم بريح شوي امس محسن قم معي يا محسن يلا قمعي والله سياره جت خلاص خلاص خلوا انا خلوا يا عيال لا سمحت قم امس معي قم بتشوف قم تعود من الشيطان يا محسن حبيبي انت تعود من الشيطان يا قلبي هدموا عمواري جمو